وصلنا لآخر جزء من محاضرة الـ diagnosis. في حالة عندي irregular proteobutans أو undercut عندي بالمنطقة, الـ cause of irregularity من جايتني هاي الـ irregularity, أما sequence of extraction أو accident أو recent extraction. accident بتكسرة عند الرج صار عنده fracture بالبون, أو recent extraction استوى قالع أسنان ما صار عنده وقت كافي حتى يصير عنده complete healing. فبالنتيجة ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي undercut. هذه الأندركات نوعين, يا أما فافرابل أو أنفافرابل. فافرابل يعني أني أريدها مفضلة زيد للريتينشن. الأنفافرابل إيش وقت تكون؟ في حالة إنه الأندركات بايلاترالي ولار بالباس تكون, يعني كبيرة حجمها كبير يصير حجمها كبير. الأنفافرابل أندركات لوجد تسوي لمشاكل, لأنه أول شيء الميوكوزا مالتي اللي تغطيها تكون ثن, فبسهولة يصير بها الريتيشن زين, وتتعارض لي مع الانسيرشن والريموفال مالت الدنشر, فتنطيني مشاكل بالريموفال والانسيرشن صعب يصير. بعدين يصير بين, مو بس صعوبة انه يلبسه, بين بينفول. هذا دائما يحكها الدنشر كل ما يلبس وينزع يحتك الميوكوزا على الاوفر على الاندركات اريا. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير ابريجن بالميوكوزا هذه زين. اذا اجيت انا قلت خلي اقصر الدنشر بوردر مالتي او اسوي ريليف, ايش راح يصير؟ راح اكسر البوردر سير. كسرت البوردر سير يعني شنو؟ يعني يقوم الهواء يدخل, السلايف, الاكل, فماكو ريتينش للدنشر مالتي زين. المكان اللي دائما يعني اكثر شيء معرض انه يصير بيه الارجولاريتي بالماكسيلاري اريا, يصير بالماكسيلاري تيوبروستي والانتيرير بات بالماكسيلاري رج. المانديبل اكثر شيء يصير عندي باللينجوال باوش مكان المايلوهايويد اريا. شلون اسوي لها مانجمنت؟ الموست ساتسفاكتوري ريزلت وين الفيدكتومي از كاريت اوت وير الو تو كونستراكت دنتشر وذ ماكسيمم بريفرال سير زين. لازم اني يعني اذا وجودها غيرت الباث اوف انسيرشن او سويت لها ريليف بما لا يتعارض مع البريفرال سير, هذه ما راح يعني هذه اوكي ابقيها واستفاد من عندها زين. لكن لما اجي اريد اسوي بلوك اوت او تريمينج وقللت البريفرال سير, لا هذه بهالحاله انا خسرت الريتينشن ما تدنشر. فعموما اشوف الاندركات ماتي اذا هي صغيرونه والاندركات ممكن اسوي ريليف بسيط عليها واخلي سوفت لاينر. سوفت لاينر هذا كومبريسبل مثل الاسفنجة يصير, فحتى ما يصير بينفول عند البيشنت لما يلبس وينزع. واذا كانت كبيرة لا ذاك الوقت لازم اسويها سيرجيكال كوركشن, بس في سبيل انها ما العب بالبوردر صير ما تدنشر. اذا يوني لاترال ممكن اني اسخرها لخدمتي. شلون؟ اغير الباث اوف انسيرشن. مثلا هي البيشنت عنده اندركات بجهة اليمين, شنو اقول للبيشنت؟ اقول له البس الدنشر مالتك فوت جهة اليمين اول بعدين جهة اليسار, لان جهة اليسار البوردر تصعد براحتها ماكو اندركات تطخ بيها زين. ممكن حتى هذه يعني غيرت الباث اوف انسيرشن ممكن اخلي له سوفت لاينر هماتين. اذا يونيلاترالي لا الوضع صعب, حتى اذا غيرنا الباث اوف انسيرشن دخلنا اول وحدة الثانية راح يطخ بيها, فممكن نسوي ريليف الوحدة ونخلي ونسوي نغير الباث اوف انسيرشن. ممكن نستعمل الفليكسيبل اكريليك, اكريليك بي فليكسيبلتي وحدة من الجهات على مود يقدر يعبرها فوق الاندركات وما يصير عنده وجع. واذا كلش ايسنا منها لا سيرجيكال ريموفر, نشيل وحده ونبقي وحده او نخفف الاثنين نشوف شنو احنا نحتاج بشغلنا. اذا بولبوس صايره يعني صايره مدلايه كبيره حجمها ومدندله هاي البولبوس, فايش راح يصير عندي؟ مثلا هي نازله من منطقه التيوبروسيتي وانا الطخلي راح اطخ بالريترومولر باد اريا, ما راح يصير عندي مكان كافي اخلي بيه دنشر بيز, اضطر اقلل الثيكنس مالت الدنشر بيز بوستيريرلي زين. انا عندي ليميت اقلل بيها للاكريليك, الاكريليك بالسكشن بالثين سكشن راح ينكسر, فممكن بهاي الحاله استعيض عنها اسوي ميتاليك دنشر بيز. واذا شفت حتى ميتاليك دنشر بيز ما لها مكان ذاك الوقت سيرجيكال ريموفر واقصها لهذه الريجولاريتي زين. ايش راح يصير عندي احنا اذا سوينا ريليف وكسرنا البوردر سيل؟ قلنا راح يدخل الهواء والسلايفه والاكل, اول شيء الريتينشن راح يقل.
لانه احنا من شروط الريتينشن لازم جود بريفرال يصير. ثاني شيء دخول الاكل accumulation للفود ايش راح يسوي عندي بكتيريا كانديدا انفكشن وباد ادر، خصوصا اذا هو نيجلكتد بيرسون وما ينزع الدنشر مالته ابد. زين، وجود الاندر كات هذه راح يحكمني بالامبريشن اللي راح استعملها ماتيريال والامبريشن تكنيك. زين، الامبريشن ماتيريال اذا عنده بايلاترال اندر كات ما اقدر استعمل ريجيد امبريشن ماتيريال، لازم الاستيك ريج امبريشن ماتيريال، لانه اذا ريجيد تنكسر يلا تطلع من مكانها. زين، اضافة الى نوع التكنيك اللي استعملها ميوكوستاتيك او ميوكو كومبرسيف، اوبن ماوث كلوز ماوث، حتى هاي راح تحددني بنوع الامبريشن التكنيك اللي استعملها. اذا كانت الاندر كات انتيريال اللي عندي بالمكزلة، زين اوكي هاي ما راح تسوي لي مشكلة، بس اغير الباث اوف انسيرشن. لكنه اذا الاندر كات عندي انتيريور وبوستيريور، هاي مشكلة من اغير، يعني احاول ادخل بوستيريور بعدين انتيريور، هو اصلا عندي اندر كات بوستيريور، فدخول الدنشر مالته صعب راح يصير. في حالة انه اني قررت الاندر كات ابقيها واغير الباث اوف انسيرشن، اجي اعلم المريض، مو ما راح يلبسه اذا ما تعلمه، راح يقول لك ياذيني، فاني اعلمه الطريقه الصحيحه اللي يلبس بها الدنشر. زين، عندي حاله لو قد اواجهها اللي هي فلابي رج. فلابي معناتها الرج مالت المريض تجيني من الذرذبه، مو مثل الرج مالتنا هيك قويه وفيرم واتاتش، لا تكون كانما الميوكوزا مفصوله عن البون اللي جواها. زين، اكثر شيء هاي الحالات وين اشوفها؟ اشوفها في سندروم اسمها الكومباينيشن سندروم. هالكومباينيشن سيندروم من جايتني؟ البيشنت عنده قالع الابر تيث كليتها، اللور تيث باقي عنده بس الانتيرير تيث موجوده، بوستيريرلي فري اند سدل سواء كلاس 1 او كلاس 2. زين، حتى وان كان لابس دنتشر بالابر او باللور، زين بارشال باللور وكمبليت بالابر، بما انه الاسنان الانتيرير اللور ناتشرال معناتها بيها بريودنتال ليجمنت، معناتها الفورس من تسلط عليها وين راح تروح؟ البريودنتال ليجامنت هي شوك ابزوربر، تمتص الفورس وتوزعها على البون اللي داير مداير، بينما فوقها مقابيل الها بالضبط عندي بس بون مغطيته الميوكوزا. الميوكوزا راح ما توزع، يعني تاخذ الفورس قبل توصلها للبون، ما توزعها داير مداير البون لانه ماكو بريودنتال ليجامنت. فهاي الديفرنس بالكمبرسيبلتي بين الابر واللور، من اللي راح ينظر منها؟ راح ينظر البون مات الابر، معدل الريزوبشن راح يكون اسرع. يعني لو كان معدل الريزوبشن بطيء، الريج تلحق يصير بها ادابتيشن على هذا الوضع، بس لانه معدل الريزوبشن اسرع من الطبيعي، الريج ما يلحق يصير بها ادابتيشن على هذا الوضع، فظل فلابي، ظل مذرذبه. زين، المانجمنت إلها بهاي الحالة عندي بروستاتيك مانجمنت وسيرجيكال مانجمنت. بالنسبة للبروستاتيك مانجمنت لازم آخذ أني سبيشال إمبريشن تكنيك، هاي السبيشال إمبريشن تكنيك أسميها الويندو تكنيك، عبارة عن السبيشال تراي مالتي أفتح بيه فتحة انتيرير اللي بالمكان اللي بيه فلابي تيشو، لأنه لو أخذت إمبريشن بالطريقة العادية إيش راح يصير؟ من اخلي الماتيريال الامبريشن ماتيريال عليها راح تضغطها، هي فلابي تشو ايش راح يصير بها؟ ديسبليسمنت، تنضغط تحت الامبريشن مالتي، اجي اصبها راح ينصب عندي كاست يمثل في حال يمثل لي الميوكوزا وهي في حالة ضغط، واكمل الدنشر مالتي واجي يلبس البيشنت الدنشر، لما اكو لود عليه لما اكو ضغط هو قاعد وستيبل بمكانه، بس لما البيشنت يرخي ويقعد ريلاكس الميوكوزا راح يصير بها ريباوند ترجع لاصلها، شو تسوي؟ ديسبليسمنت للدنشر. فاني حتى اتلافى هذه المشكله اخذ سبيشال امبريشن تكنيك اسمها الويندو تكنيك، اثقب التريماتي بالمنطقه اللي راح يصير بها الموجود بها الفلابي تيشو، يطلع لي من الفتحه يعني اشوف داخل حلق المريض سبيشال تراي وبفتحه طالع من عندها الفايبر هاي الفلابي تيشو، اخذ الامبريشن مالتي على مرحلتين، الجزء الفيرم اخذه بماتيريال وارجع بعدين يعني ميوكو كومبرسيف ماتيريال او ريجيد ماتيريال، والجزء الفلابي اخذه بامبريشن تكون الاستيك ماتيريال امبريشن ماتيريال. هاي المانجمنت سير بالبروستاتيك. اذا شفت سويت انا المانجمنت وستيل انه ما قدرت احصل ريتينشن حلوه للدنشر مالتي، ذاك الوقت الجا للسيرجري.
يا أما سيرجيكال ريموفال، أقص الفلابيرج هذا وأشيله، بس ساعتها راح أواجه مشكلة إنه راح يصير عندي الفيستيبيول قصير، وأنا أحتاج فيستيبيول طويل أنا أو ديب حتى أقدر أسوي بوردر طويلة للدنشر مالتي أحصل عندها الريتينشن والستابلتي. فممكن هاي الحالة النوب أحتاج النوب أسوي فيستيبيول بلاستي. وأكو بالوقت الحالي شي يسوون، يحقنون مادة سكليروتينج ايجنت، يحقنونها بيها شلون كأنه ما يحقن الفيلر والبوتوكس، وهاي يحقنونها تسويها صلبة زين، بس هذي قليل يستعملونها لأنه شافوا أنه تيراتوجينيك أو شي، أو سوري قصدي كارسينوجينيك، فقليل يستعملونها هاي الطريقة زين. اجي بعدين هسه شفت الرج ماتي الرجز، وشفت طبيعة البون اللي موجودة عندي، وخاف عندي الريجولاريتيز وشي، اجي اشوف الانتر ارش سبيس. الانتر ارش سبيس هو المسافة بين الابر رج واللور رج، هذه هي الانتر ارش سبيس زين. عندي ثلاث انواع، يا اما عندي فافرابل المفضل اللي هو اني انا عندي انتر ارش سبيس حلو. طبعا انا شلون اقيس الانتر ارش سبيس؟ ادخل اصابعي بين الابر واللورج واشوف ايش كم اصبع اقدر اخلي بيناتهم، فاقدر انتر ارش سبيس عندي كافي لو لا زين. ففي حالة الانتر ارش سبيس اللي هو كافي هذا حلو، يعني اني اسوي عند البيشنت كونستراكت الدنشر بصورة عادية واسوي له فري واي سبيس حلو وما عندي مشكلة زين. اذا عندي الانتر ارش سبيس ليميتد اقل من الطبيعي شوية، ذاك الوقت اني راح اضطر انه استعمل اسنان اصغر من اللازم. شو وقت اني يصير عندي الليميتد انتر ارش سبيس؟ لمن الرج ويل ديفلوبد، بعدها ما صار بها ريزوبشن. شو وقت ويل ديفلوبد؟ بعدها يونج ايج واستوى قلع اسنانه زين. فبهاي الحالة اجي ممكن استعمل ميتاليك دنتشر بيز على مود، يعني الاكريليك احتاج يكون ثيك فاكثر 2 مليم او اكثر، قول 2 مليم، بينما الميتاليك دنتشر بيز ايش قد راح احتاج؟ احتاج نص ملي اني، فوفرت سبيس اني، اضافة الى انه الاسنان استخدم حجمها اقصر واسوي لها جرايندينج زين. عندي اذا بالعكس اذا الرج صاير بيها ريزوبشن كلش هواية، شنو معناته اكسسيف رج ريزوبشن؟ معناته الانتر ارش سبيس راح يصير كلش كبير زين. بهاي الحالة اذا استعملت انت اسنان كلش طويلة ايش راح يصير عندك؟ الكلوزال بلين راح تصير بعيدة عن الريسيدوال رج، من زيادة ارتفاع الكلوزال بلين مالت الاسنان زيادة الليفر اكشن قللت البالانس. فبهاي الحالة ما احاول استعمل اسنان طويلة واخلي ما يخالف حتى لو يظل عندي فري واي سبيس اكثر من الطبيعي، ونستعمل فلات تيث وياها بهاي الحالة زين. نجي على الريسيدوال ريليشن شيب، العلاقة بون تو بون، علاقة المجزلة للماندبل. هو احنا عندنا فد انجل كلاسيفيكيشن يوصف لي العلاقة بين المجزلة والماندبل، قسمها الى 3 كلاسز. كلاس 1 اللي هو النورمال اللي سويته بصف ثاني ارنجمنت للاسنان على اساسه، البوست المجزلري تيث اوفرلابينج يعني الكريست اوف ذا رج مالت المجزله صاير مقابلها بالضبط الكريست اوف ذا رج مالت الماندبل، بحيث اصفط الاسنان مالتي واحد فوق الاخ واسوي انتركسبيشن واخلي المجزلري تيث اوفرلابينج اللور ماندبلر تيث عندنا زين. بهاي الحالة اقدر استعمل اي كونسبت مال اوكلوجن للمريض، واستعمل فلات يعني ممكن حتى استعمل اناتوميك تيث عادي او سيمي اناتوميك تيث زين. اذا اجاني عند كلاس 2 اللي هو الريتروجناتيك، المجزيلاري بون اكبر من المانديبولار بون، يصير كانما شلون مثل الارنب اسنانه، هذا منتبهين اكيد انتو اكو هيك ناس زين. فال require vertical and horizontal overlap and elimination of lower first premolar، احتاج اقلل عدد الاسنان باللور لانه قلنا الابر الماكسيلاري اكبر من المانديبل زين. فالمانديبل متراجع لي ورا، من اجي اني اريد حجمه صغير ما راح يكفيني احط بيه كل عدد الاسنان، لذلك اضطر انه اقلل من عدد الاسنان الغي واحده من البريمولارات زين. المشاكل اللي راح اواجهها، راح اواجه مشكله بالريتينشن، ليش؟ لانه مساحه سطحيه مالت اللور اقل زين. بعدين حركه الماندبل نفسه اكثر من الطبيعي، فراح اسوي عندي مشكله بالتي ام جي، ما اقدر اسوي له بالانس اوكلوجن هذا المريض،
والاستاتيك مالتها مو هالقد حلو، لانه الاسنان الابر نازله اكثر على الاسنان اللور. اقدر يعني شويه اتحايل في حاله الترتيب مالت الاسنان، شويه الانتيرير اقلل البروكلينيشن مالتها، شويه اللور ازيد البروكلينيشن مالتها على مود انت الاوفر جيت ارجعه طبيعي يعني زين. و يعني كان موف وان كان ريموف وان بريمولر باللور قلنا، وريكواير لارج فري واي سبيس، ازيد الفري واي سبيس يعني اكثر من الطبيعي اسوي له هذا. الكلاس 3 عكس كلاس 2، الماندبل يكون اكبر من المجزلة زين، الاسنان الانتيرير اللور طالعة اللي قدام اكبر من يعني هي اللي اوفر لاب للابر تيث، والاسنان البوستيرير اسميها كروس بايت اللي هي صار اعرض من الابر تيث بكري، هي اللي صار اوفر لاب لها. شنو المشاكل اللي اواجهها؟ نفس الشيء هماتين الريتينشن زين، لانه تقل المساحة السطحية، من تقل المساحة اللي مغطيتها الدنشر بيز يقل الريتينشن عندي. الاستاتيك مالتها همين بور استاتيك، احاول يعني شلون ارج اسوي لها ارينجمنت اذا البيشنت كلاس 3. بالنسبة للانتيرير تيث اخليها بالساتينج اسويها ايج تو ايج على مود شوية الشكل يصير حلو، والاسنان البوستيرير اسويها كروس بايت زين. ونحتاج مينيموم انتر اوكلوزال سبيس، ما احاول ازيد الانتر ارش سبيس زين. فانتبهوا لي بهاي الحالات ايش وقت احتاج ازيد انتر ارش سبيس بيا جوريليشن بكلاس 2 لو بكلاس 3، وايش وقت احتاج اقلل الانتر ارش سبيس يعني الفري واي سبيس زين. هسه اجي اشوف ابو على البيشنت ماتي شكل الفاولت ماتي. شكل الفاولت احنا عندنا هو ثلاث اشكال، يا اما يجيك على شكل يو شيب وهو هذا كلاس 2، هو ذا الموست فافورابل اكثر واحد مفضل، شكله يو شيب اللي عنده فد ارتفاع حلو بالرجز بالريسيديوال ريدج، فمعناتها يعطيني ريتينشن وسبورت ستابيليتي حلوه، والجزء الفلات مالته بالوسط مالت الهارد بلت هذا راح يعتبر لي ستريس بيرنج اريا، برايمري ستريس بيرنج اريا زين. ودائما نشوف هو كلاس يعني نشوف وياه كلاس 1 سوفت بلت. هسه راح ناخذ نعرف انه السوفت بلت هي يعني اهم بها كلاسيفيكيشن. طبعا باي ذا واي نسيت اذكر انه البلت مالتي انا عندي تو بارت، الانتيرير تو بارت، الانتيرير تو ثيرد هو الهارد بلت، والبوستيرير 1 ثيرد هو السوفت بلت. فالهارد بلت اللي انتيرير اللي هي هالد اقول لك احنا نقسمها ثلاث اقسام، اليو شيب قلنا اكثر واحد فافربل، وعندنا الفي شيب وتكلمنا عليه لما تكلمنا على الفورم الارش فورم زين، قلنا اكثر مشكله راح يواجهها انه الفي شيب فاولت هي في حاله الاكريليك، من اريد اسوي باكينج للاكريليك، انه الاكريليك بميزه الدايمنشنال تشينجز و شرينكج وهاي السوالف، فراح يصير عندي ادابتيشن مالت الاكريليك صعب، فلازم اسوي لي ميتاليك دنشر بيز، الامبريشن مالتي هماتي انا راح تصير صعبه زين. ف واشوف السوفت باليت كلاس 3، هسه راح نعرف كلاسيفيكيشن مالت السوفت باليت. فهاي نستعمل تيبرت تكون يعني شو وقت قلنا نشوفها اكثر اكثر شيء هاي الحاله نشوفها ويا التيبرد ارتش كلاس 1، هذا كلاس 1 صاير ريزوبشن بيها ما بيها يعني تعطيني سبورت لانه مغطيت اللي عندي مساحه سطحيه تمنع التشو وورد موفمنت، لكن ريتينشن وستابيليتي قليله، هو ليس فافربل، وقلنا عرفنا ليش الستابيليتي والريتينشن مالتها تكون قليله. هذا جزء الهارد بلت. اجي على جزء السوفت بلت، نهايه الهارد بلت يتصل منه يتصل السوفت بلت، اول جزء من السوفت بلت متصل بالهارد بلت هذا الموفابل بارت، والجزء اللي وراه هو الاموفابل بارت او الاموفابل بارت بالبدايه يكون لان متصل بالهارد بلت، والجزء اللي وراه هو موفابل. البوزدام اريا مالتي المفروض اني وانا اخليها على الاموفابل بارت يعني اول بارت من من السوفت بلت، يعني هو الجزء اللي مباشره متصل بالهارد بلت. ايش راح تفيدني اني هذه اعرف الكلاسيفيكيشن مالت السوفت بلت؟ عرفنا انه انا اكو هنا وين راح اخلي لازم شنو احتاجها بالاموفابل بارت، احتاج اخلي البوزدام اريا، فكل ما زاد عندي جزء الاموفابل بارت معناتها شنو؟ معناتها اني حره في احدد مكان اللي يعجبني للبوزدام اريا، واسوي بوستيريور بليتال سيل
مضبوط زين. عندي الكلاسيفيكيشن يقول لك بكلاس 1 السوفت باليت راح تمشي هوريزونتالي مع امتداد الهارد باليت. معناتها شنو؟ معناتها هاي المسافة اللي قلت لك عليها اللي هي الاموفابل بارت من السوفت باليت كبيرة، معناها اكثر من 5 ملم. عندي حرية اخلي المكان البوستيرير بوردر ليميت مالت الدنشر وين ما اريد. زين كلاس 2 لا، جزء السوفت باليت مو متصلة يعني زاوية مستمرة على استمرار الهارد باليت، لا رأسا نازلة، نازلة بزاوية يعني ماشية مسافة قليلة ونازلة بزاوية 45، يعني الجزء الأموفابل بارت يكون أرفع تقريبا 3 إلى 5 ملم. هذا شوية يحكمني بمكان البوستيريور ليميت مات الأبر دنشر. نجي على كلاس 3، هذه الليس فافرابل، رأسا مباشرة من الهارد باليت هي نازلة لجوه، نازلة بزاوية 70 درجة، يعني ما عندي مكان موفابل حتى أحط به البوست دم اريا مالتي. زين الديفت سندروم يسمونها كلاس 3 سندروم، هاي شنو ألقى بيها؟ ألقى السوفت باليت كلاس 3 في شيب باليت وفي شيب ارتش. زين هاي الكيس مالتي كومبرومايز، شلون اتعامل وياها؟ مثل ما قلنا شلون اتعامل ويا كل وحدة، نوع الدنتشر بيز اللي استعملها، نوع الاسنان اللي استعملها. زين بعد عندي مرات اكو فد بوني اكزوستوسز زائدة بالعظم تطلع، اتفقنا انه هذه اذا طلعت بالمكزيلا اسميها تولس بلاتينوس، واذا طلعت بالماندبل اسميها تولس مانديبولاريس. المشكلة اللي راح تسبب لي اياها هذه هي فد تشوفونها بالصورة بوني برومننس بنص البلد صايرة. زين فايش راح يصير؟ اول شي راح يسوي لي فالكرام لاين، الدنشر يفتر عليها. زين ستريس بيرنج اريا يطق الدنشر بهاي المنطقة، سواء كانت تورس بلتنس او الريفي الميد بلتاين سوتشر مكان اتصال الرايت والليفت شيلفز مات البلت. هذا السوتشر مرات يكون عالي يسمونه الميت بلاتاين ريفي، نفس الكلام يسوي لي روكينج للدنشر، الدنشر يفتر عليه ويصير دائما ينكسر الدنشر بهاي المنطقة. بعد شنو يصير؟ هذا بها ميزة انه الميوكوزا اللي مغطيتها تكون ثن، فلذلك يصير الريتيشن بهاي المنطقة. اذا صار عندي ريزوبشن بالبون داير مدايرها هي ما راح يصير بها ريزوبشن، والبون اللي هو داير مدارها يصير بالريزوبشن اكثر، معناتها حركة الفلكرم فرت الدنشر عليها تصير اكثر. difficult to seal so decrease retention، اذا واصلة هي posteriorly كلش بعد يعني وين تخلي انت البوستدم اريا نهاية الدنشر ما تكون راح تخليها. زين في المانجمنت الها اذا صغيروني اسوي لها ريليف واخلي بالدنشر بيز واخلي بها سوفت لاينر، اذا كبيرة لازم سيرجيكالي اوخرها. زين اذا هي ممتدة لنهاية البلت كلش وين اخلي البوست دم اريا مات الدنشر مالتي؟ ما اقدر اخلي عليها دنشر بيز، فبهاي الحالة اروح اسوي زرعة امبلانت واسوي لي دنشر فيكسد على امبلانت، بحيث راح اني اقص جزء البلت بارت مات الدنشر وماكو داعي بهاي الحالة العب بالميد بلتاين سوتشر او بالتورس بلاتينوس. بالماندبل من تطلع عندي اسميها تورس ماندبولاريس، وين مكانها؟ مكانها باللينجوالي بين الفور والفايف اريا، هاي المنطقة اللي هنا تأثر لي على الريتينشن مالت الدنشر. زين اذا راح تمنع انه يصير عندي بوست البريفرال سيل اللي هو اهم شي بالريتينشن، وممكن ايضا هم يعني قلنا هاي منطقة بروميننت والميوكوزا تن عليها، اذا اجى فوقها الدنشر يصير الريتيشن بيها. اذا صغيرونه اسوي لها ريليف وسوفت لاينر او تشو كونديشنر، سوفت لاينر اخليه، واذا كبيره وتتعارض مع دخول الدنشر مالتي ذاك الوقت لازم سيرجيكال ريموفال. هسه النوب اجي اشوف الميوكوزا مالتي، افحص الميوكوزا اشوفها هيلثي، شنو مميزات الميوكوزا اللي هي هيلثي؟ اول شيء تكون فيرم اتاش تو بون، مو كانما خالعه من العظم، بينك ان كلر، الأفرج ثيكنس 2 to 3 ملم بالثيكنس. إذا كانت كلش ثيك الثيكنس مالتها أكثر من اللازم ما راح تعطيني سبورت حلوة، لويش؟ لأنه تصير مثل الإسفنجة كل ما تضغط عليها تنضغط بإيدك.
زين إذا كانت كلش ثين هماتي أنا ما راح تعطيني ريتينشن حلوة، وراح بالعكس لازم أسوي ريليف لأنه راح يصير painful area ويصير بها الريتيشن لما يضغط عليها الدنشر. زين أكو عندي بالميدل ميدل ثيرد أوف ذا بلت أكو عندي أديبوس تيشو، زين وأكو جلاند كونتين جلاند ماينر سليفر جلاند موجودة عندي بهاي المنطقة. زين فهاي ممكن تشتغل لي ك يعني كشن افكت، فلذلك اني البلت اعتبرها برايمري سترس بيرنج اري. هسه من عرفنا احنا مميزات الميوكوزا اللي هي هيلثي، اي شيء ثاني اشوفها معناتها اكفد مشكله الروتيتد يعني صاير بها الروتيشن. مثلا البون هم هنا احتمال اكو ميوكوزا لوس اتاش للبون، الريدنس بالكلر مو بينك كلر ممكن اشوف بها ulceration، احتمال جاية من نتيجة كيميكال فد ميكانيكال حافة يعني بالخاشوقة تعور بحافة فد خبزة يابسة هيج عورته او بكتيريال انفكشن. وبكل الاحوال لما يجي المريض واشوف الميوكوزا مالته الروتيتد ما اخذ له امبريشن، انتظر يصير عنده هيلينج يلا اخذ له الامبريشن. زين من يجيني الروتيشن ممكن يكون الفت الدنشر، ممكن بريماتشور كونتاكت يعني واحد من الكسوات طاح قبل الباقين فيصير ستريس كونسنتريشن اريا للدنشر بيز تحت هذا الكسب فسوي لي سورنس او روتيشن بهاي المنطقه. ممكن قالعين السن وما مسوين راونديشن مضبوط او باقيه شعفوره مالت بون بحيث الميوكوزا اللي فوقها دائما تجح تتعور تنجرح بيها. ممكن اوفر اكستنشن للدنشر للبوردر مالت الدنشر. زين كل الاحوال لازم اعرف اني شنو السبب، اوخر السبب تروح نتيجة اللي الروتيشن. زين ممكن تجيني الميوكوزا بيها باثولوجي، مثلا شنو الباثولوجي؟ الابيولوس في الشيراتم والدنشر استوماتايتس والبابيلاري هايبربليجيا، وذن الثلاثة اللي حكينا عليهم بالمحاضرة مالت الليجن اللي جاية من الدنشر. هذه هي بالصورة أول وحدة البابيلاري هايبربليجيا وهاي ابيلوس في الشيراتم وهاي دنشر استوماتايتس. زين هسا اجي افحص الحجم مالت التانك، تقولوا لي ليش ما لنا علاقة؟ لا اقول لك حجم التانك مهم لانه هو يسوي لي الستابلتي مالت اللور دنشر. المفروض عفوا اللور دنشر اسوي متماشي مع التانك حتى ما يتحرك التانك ما يسوي ديسبليسمنت للدنشر من مكانه. فالتانك بالنسبة للحجم عندي ثلاث أحجام من التانك، كلاس 1 اللي هو طبيعي ومالي للفلور اوف ذا ماوث ومكانه بنصه يعني بنص الفلور اوف ذا ماوث، وعندي فد سبيس كافي اقدر اخلي الدنشر وارتب اسنان. كلاس 2 شوية كبر حجم التانك بس بعد عنده جود بروجنوسيس. كلاس 3 هو المشكلة، زين صار التانك كلش كبير. زين المانجمنت الى شنو يعني قابل ان اقص لسانه؟ لا هو اول شيء خلينا نعرف احنا ليش دا يكبر التانج مالت البيشنت مالتي. التانج من يحدده بمكانه؟ وجود الاسنان يحدد التانج يحدده ما يخليه يكبر. زين اضافه الى انه البيشنت لما نريد او احنا الناس طبيعيين لما نريد نبلع ريقنا شو نسوي؟ ندفع اسناننا على اللينجوال سيرفيس مالت الاسنان اللور كليتها حتى يسوي لي سيل يقفل دخول الهواء يلا اقدر ابلعاني. زين او الاولد ايج ما عنده اسنان كبار يعني موجودات حتى يخلي التانج عليها ويسوي لي سيل، فشو يقوم يسوي؟ يقوم يدفع لسانه على التانج على سوري اللبس وعلى التشيك حتى يسوي هذا السيل ويقدر يبلع بصورة طبيعية. مرة على مرة على مرة يكرر هاي الحركة مثل التمرين للمصل، هو مصل التانج فراح يكبر التانج. شلون اقدر اتعامل وياه؟ هي بروستيك مانجمنت يعني نسويها مثلا الكلوزال تيبل انصيها ايش قد ما اقدر اخليها قريبة على الرج حتى ما يصير عندي ليفر اكشن ويظل الدنشر مالت ستيبل. زين الاسنان اللي استعملها استعمل اسنان نرو بكولينجولي رفيعة على مود شوية اوفر مكان للتانج. ممكن الاسنان الانتيرير اخليها بروكلينيشن انتيرير لشوية، ممكن الغي اقلل من عدد الاسنان السبن ما اخلي. زين احاول قدر الامكان اضبط البريفرال سيل مالت الدنشر حتى احصل ستابلتي ما يتحرك.
زين، واحاول اخذ امبريشن بالنيوترال زون. النيوترال زون هي منطقه تعادل الضغط موجوده اللي بين التانك وبين التشيك، فادور اخذ امبريشن للنيوترال زون حتى اعرف نوع يعني المكان بالضبط اللي راح ارتب بيه الاسنان بحيث تكون الدنشر مالتي ستيبل. هذا بالنسبه للحجم التانك. زين نجي على البوزيشن مالت التانك، مكان التانك حسب رايت كلاسيفيكيشن. قال لك كلاس 1 اللي هو نورمال، مكانه بالفلور اوف ذا ماوث. التيب اوف ذا تانك وين موجوده؟ تاتش اللينجوال سايد اوف لوور ريدج اور باليتال سيرفيس اوف انتيرير تيث. زين هاي مكانه في حاله كلاس 1. انتيريرلي قلنا يروح اما اللينجوال سيرفيس مالت الريدج او الباليتال سيرفيس مالت الابر تيث. زين باللاترالي وين يروح؟ يصعد اوفر ذا ريدج، شوي يصعد فوق الرج او ويا الاوكلوزر سيرفيس، ويا مستوى الاوكلوزر سيرفيس مالت الاسنان. زين احنا من نريد نجي نسوي، تعلمنا بمحاضرة الجوريليشن، من نريد اسوي اني يعني ارتب الاوكلوزر بلين مالتي لازم اخليها يعني الهايست كونفكسيتي اوف ذا تانك دورسال سيرفيس شوية اعلى من الاوكلوزر بلين، حتى لما يتحرك الدنشر يزيد الستابلتي مالت اللسان، من يتحرك يزيد الستابلتي مالت الدنشر ما يطلع من مكانه. زين وادي ينطيني هاي اتوقع الحاله مالته يكون جود بروجنوسيس. كلاس 2 اللي هو سب نورمال، اللاترال بوردر مالته بالبوزيشن لكن التانج مالته زين طالع يا اما كلش اللي فوق طويل او اللي جوا داون وورد نازل. وكلاس 3 هو الاب نورمال ريتراكتد تانك، سو التيب اند لاترال بوردر اواي فروم ذا تيث ماتش اوف ذا فلور اوف ذا ماوث ابير. يعني تشوفونه صغيروني كلش التانك. التيب اوف ذا تانك ديس ابير ان بودي اوف ذا تانك ابوف ذا سكوير ابييرنس، يعني كانما يصير شكله مربع، التيب مالته ضايعه ويا شكله. زين هذا حجمه الصغير يفيدك كلش؟ يفيدني؟ لا هم اقول لك ما يفيدني، لانه انا احتاج التانج حتى يسوي بريفرال سير قلنا ويا الاسنان اللوا حتى واحد يقدر يبلع، فهذا هم ماتينا يعني بور بروجنوسيس. زين شو اسوي بهاي الحاله اني؟ يعني احاول بس ما اقدر غير انه اخذ اضبط الاكستنشن مالت الدنشر مالتي واضبط البريفرال سير. زين عداها يعني ما اقدر، ما اكفد عمليه واحد يكبرون لسانه. نجي على الفلور اوف ذا ماوث، مي بي نير تو ذا ريدج نورمال. فلور اوف ذا ماوث المفروض شويه اوطى من الرج، كل ما يزيد الريزوبشن بالرج راح يصير فلور اوف ذا ماوث قريب على الرج مالته. زين اكثر مرات يوصل الريزوبشن اكثر، زين فيصير الفلور اوف ذا ماوث اعلى يعني بعلو الريسيدجوال ريدج، مرات يصير يعني حتى اعلى من عندها، مو هو اعلى من عندها، يصير بمستواها بمستوى الريدج. وعندي السبلينجوال سيريفال جراند راح تطلع حجمها كلش كبير على تو سايد اوف ذا تانك، تروح وين؟ تصير فوق الريدج مالته. زين فوق الريدج هذا وين راح تخلي الدنشر انت مالتك؟ سيريفال جراند صاعده فوق الريدج، بور ريتينشن، ستابلتي ماكو. زين شلون يعني واحدة من الطرق اللي اقدر استعملها انه نوع الامبريشن اللي اخذها يسمونها البتر فلاي امبريشن تكنيك، سبيشال امبريشن تكنيك، ونشوف اكزام من الريترو مالو هايود سبيس which obliterated by tank in lower which is very important for retention stability and extend flange to full depth of it. يعني شنو اروح اسوي؟ اشيك اللينجوال باوتش مكان المايلو هايويد ريدج، اشوف نفسي ايش قد ما اقدر انزل الدنشر بيز بيها انزل، لانه هاي الوسيله الوحيده حتى احصل ريتينشن للدنشر مالتي. زين نجي هسه نريد نقيم السلايفا مالت البيشنت. لازم المفروض تكون عندي نوت هارد نوت سوفت تشو. السلايفا هي لا هي من ضمن الفاكتورز اللي اعتبرها ويا الهارد تشو يعني البون، ولا هي من ضمن الفاكتورز السوفت تشو، لكن هي شنو اهمية السلايفا؟ تنطيني في الدور مهم بالريتينشن اوف دنتشر. ووصفناها احنا الحالة ايش قلنا؟ قلنا مثلا اذا جبنا سلايدين مال مجهر سلايد جلاس سلايد
وخلينا نقطة مية بيناتنا اللي لزقناهن واحد فوق الأخ. صعب كلش أني أفصل هذولي السلايدين، الطريقة الوحيدة إذا أفصلهم لازم أسحب واحد لليمين واحد لليسار إلا أن يدخل الهواء بيناتهم يلا ينفصلون. نفس الشي بالنسبة للدنشر، وجود السلايفة ودنشر والله يعني good adapted attachment ويا الميوكوزا راح يصير عندي هذا نفس الهيدروستاتيك بريشر ونفس الثباتية للدنشر مالتي. ف according to amount of saliva يعني حسب كمية السلايفة نقسموها إلى ثلاث أقسام، النورمال اللي هو not excessive، لا هو هواي ولا هو شوية، اللي يعطيني كوهيجن وادهيجن حلو للدنشر مالتي. الاكسسيف كلاس 2 اكسسيف يعني سلايفا اكثر من الطبيعي، ماي بي ثين ووتري او ثيك روبي سلايفا، سو ديكريز ريتينشن اند ديفيكولت امبريشن، صعب علي الامبريشن. اذا كانت ثيك وروبي سلايفا ايش راح يصير؟ اسوي لي طبقه فوق الميوكوزا مالتي، فما راح تعطيني ديتيل مضبوطه للميوكوزا، او تعطيني فويد مثل الفتحات تصير بيها مثل خطوط صايره بالامبريشن مالتك، اضافه الى انه يزيد الجاج ريفلكس عند البيشنت. ف بهاي الحاله شو اسوي؟ احاول اخلي البيشنت انطيه مي يتمضمض قبل ما اخذ الامبريشن، وانشف له حلقه بكلينكس او قطن بعدين يلا اخذ الامبريشن. اذا بالعكس انسفيشنت سلايفا اللي هي كلاس 3 يعني كميه السلايفا قليله، معناتها شنو؟ معناتها الريتينشن قليل مالت الدنشر، معناتها الميوكوزا تكون عرضه انه بسهوله يصير بها الروتيشن، لانه السلايفا لها دور تساوي ريبليكيشن للميوكوزا، لوبريكيشن يعني ترطيب للميوكوزا. فبهاي الحالة اكو فد نوع من الدنشر احنا نقدر نسويه يسمونه with palatal reservoir، يخلون بيه السلايفة على مود شوية ترتب لي المكان، وايضا اكو medication يطون هي artificial saliva على مود شوية يعني كليته ما تأثر لي على الريتينشن مالت الدنشر. زين حسب الكونسيستنسي كانت ذيشة كانت حسب الكمية، هسه حسب الكونسيستنسي مالتها حسب يعني الثيكنس مالتها طبيعتها. اكو مرات نورمال يعني لا هي ثخينة ولا هي خفيفة، between serous and thick saliva. اكو ووتري خفيفة كلش خفيفة هذه وعادة اكسسيف كميتها كبيرة. الثيك روبي سلايفا قلنا هاي الثخينة ويسوي لي طبقة على المشكل على الهارد بلت. هذا problem of rebound the denture away from tissue so need dryness at impression و good peripheral seal may make two pulls them one on its correct position and the other anterior to it. مرات نضطر نسوي تو بوز دام اريا للدنشر مالتي، واحد مكان الطبيعي والثاني قبله بمسافة بسيطة. السلايفة طبعا ها تخلون ببالكم انه تختلف من واحد لواحد، ونفس الشخص كل ما يزيد العمر مالته راح يختلف الكونسيستي مالتها تصير ثيك اكثر. بعد افضل نوعاني انا افضله بشغل مالتي اللي هو مودريت اماونت وثن ووتري سلايفة، هاي كلش تفيدني اني بالشغل وبالدنشر مالتي. زين بعدين ذكرنا احنا بالبدايه لما قسمنا الدايجنوسيس ذكرنا انه اكو فد عوامل تساعدني بالدايجنوسيس مالتي وبالشغل مالتي اللي هي ادجنكتيف ايد بري اكستراكتنج ريكورد موجوده عند الدنشر من عند البيشنت من قبل ما يقلع اسنانه. مثلا عنده راديوغرافيك اكزامينيشن قبلها فور اني ريزن هو مسوي بانوراما مسوي سيفالومترك، زين على مود تفيدنا تشيك الكواليتي اوف بون، كل ما كان دينس بون يكون راديو اوبيك سو مور سبورت للدنشر. زين اذا اكو سيست او تيومر ريمينينج ريمينينج روت وامبلانت الابسس اللوكيشن اوف مانديبولار كانال ماكسيلاري ساينس ماي اني شارب سبيكيول اوف بون، كلها راح تطلع عندي بالاشعه موجوده حتى اقدر اصححها. اني باثولوجي او ريمينينج تيث يعني قصدي مثلا سيستات شي must be removed before construction of complete denture. زين فأي شيء مشكلة أشوفها أني موجودة بالأشعة مالتي أصلحها. to detect the bone quality مثلا أبو الزراعة اللي يريد يزرع نحتاج نأخذ له أشعة. زين
عندي بري اكستراكتنج ريكورد، عندي ريكوردات موجودة قبل ما يخلع البيشنت أسنانه، مثلا هو عنده كاست موجود قديم، يعني مثلا تقولون واحد ليش عنده كاست الأسنان، أقول لك فرضا سي مثلا إنه بشباب كان عنده فد بروكسيزم وكلينشينج، فراح للطبيب سوى له نايت جارد، أخذ له إمبريشن للأور الأبر واللور تيث وصبهن على كاست، انطى النايت جارد وانطى وياه الكاستات مالته هاك ضمهن عندك، أو مثلا هو نفسه مات بيشنت خاص بي أني، خاص بعيادتي، فعندي الأوليات مالته موجودة كاست، فأقدر أو عندي أسنان القديمة قالعهن، عندي جو ريليشن موجودة إلي، فهاي كل هالأشياء تفيدني وين بالسيتنج أوف تيث بسلكشن أوف تيث. زين، ممكن أعتمد على الصورة مالت المريض نفسه، أكبر بيها أكبرها، إحنا من نجيب لنا صورة نكبرها لحد الحجم الحقيقي مال وجهه، ممكن يعني أقيس بها الفيرتيكال دايمنشن، ممكن أشوف لون الأسنان، شكل الأسنان، ترتيبة الأسنان، كلها أطلعها من الصورة. زين، عندي ممكن diagnostic cast from primary impression made after healing of an inflammation. زين، أقول لك هذه ال diagnostic cast أنا أسوي للبيشنت ماتي، بس في شرط إنه ما عنده أي باثولوجي، اخذ امبريشن للابر واللور، يعني مثل تنتيتيف جون ريليشن، واصبها على ارتكليتر حتى هذا احطه قدامي، واظل اصفن واخلي تريتمنت بلان على اساسه، لانه مو معقول انا راح اظل حاطه المريض واشتغل بحلقه. اخر شي خلصت كل شي، خلصت الاكزامينيشن اكسترا اورال وانترا اورال، وخلصت كل شي اقعد اناقش ويا المريض عدد الزيارات اللي مفروض لازم يجيني، اقول له انت راح تجيني اول جلسه اخذ لك برايمري امبريشن، تجيني ثاني جلسه اخذ لك فاينل امبريشن، الثالثه اخذ جو ريليشن، الرابعه تجيني تراي ان، زين، والخامسه راح البسك الدنشر. هذه الامور هذا اذا وشت الامور طبيعي، اذا صار عندنا خلل بوحده من الفيزيتات هذه راح نظل نزيد، مو خمسه راح تصير عندي سته، فتتفق ويا المرض مالتك على هذا الاساس من البدايه. زين، فشنو الفرق اذا اريد نعرف بين الدايجنوسيس وبين التريتمنت بلان؟ الدايجنوسيس هي الكورليشن بين البيشنت هيستوري اند اكزامينيشن تو دنتشر فابريكيت، يعني كل هاي الهدف منها انه اسوي دنتشر. التريتمنت بلان كونسيدريشن ماست بي ميد ان امبريشن ميكينج وبالجو ريليشن واوكلوجن والفورم اوف تيث الماتيريال اوف دنتشر بيز البيشنت education، زين، و fabricated denture with good prognosis حتى اعرف شلون راح اسوي دنتشر البروجنوسيس مالته جيده. وهاي نهايه محاضره الدايجنوسيس.